بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم. ما من شيء إلا وله بداية وله نهاية، وبداية كل شيء تصل إلى نهايته. أمس كنا ننتظر عطلة الشتاء، واليوم انتهت عطلة الشتاء، وسنعود إلى المدارس وسنعود إلى تعليم وتدريس الأبناء. طيب، بمناسبة نهاية عطلة الشتاء والرجوع إلى المدارس، أدعو كل أستاذ وكل معلم في التعليم أن يفك النزاع وأن يقضي على الخصام الذي بينه وبين صديقه، سواء كان أستاذ أو مدير أو أي موظف في المؤسسة التربوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض أعمال بني آدم على الله عز وجل كل ليلة اثنين وخميس، فيغفر الله تبارك وتعالى لكل مؤمن لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين، إلا رجلين بينهما شحناء وبغضاء، فيقال: أنظرا هذين حتى يصطلحا. أخي المسلم، الشحناء بينك وبين أخيك، والبغضاء وسوء الخصام والخلافات التي بينك وبين أخيك هي سبب لألا ترفع أعمالك إلى الله تبارك وتعالى. كشو راك تصلي باطل، وراك تصوم باطل، وراك تصدق باطل بسبب الشحناء والخلافات بينك وبين صديقك. لذلك بمناسبة الرجوع إلى المدرسة وعودة العطلة، أدعو كل أستاذ إلى أن يبادر ويسارع إلى التسامح. التسامح راحة للمؤمن، المؤمن إذا سامح يحس بالراحة. لذلك احنا المؤمن أهمه وغايته في الدنيا أن يسامحه الله تبارك وتعالى. لذلك إذا أردت أن يسامحك الله تبارك وتعالى فتسامح مع إخوانك. لذلك أدعو كل أستاذ وأدعو كل معلم أن يبادر ويسارع إلى فك النزاع وأن يسامح، حتى وإن كان هو أخطأ في حقك، حتى وإن كان أخذ حقك وظلمك وتكلمك فيه، فكن أنت أفضل منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فخيرهما المتخاصمان، فخيرهما الذي يبدأ بالسلام، الذي يسارع ويسابق لفك النزاع ويسامح أخاه ويفك هذا الخصام ابتغاء مرضات الله، هو خيرهما، أي أفضل من الآخر. لذلك وجب علينا أن نتحد، وجب علينا أن نرفع الخصامات حتى يغفر الله لنا وحتى ترفع أعمالنا إلى الله تبارك وتعالى. هذا من جهة. من جهة أخرى، كل الجهات راهي ضد الأستاذ، كل جهة راهي توجه الانتقادات وتنتقد الأستاذ، وإحنا يرانا متقاتلين فيما بيناتنا. لذلك وجب أن نتحد ونتفاهم فيما بيننا، ليس أن نكون خلاف بيننا وبين بعضنا البعض. لذلك كل أستاذ عنده خلاف، عنده خصام مع صديق الأستاذ، مع مديره، مع أحد الموظفين في المؤسسة التربوية، أدعو إلى فك النزاع ودعوة إلى التسامح. فالجنة التي خلقها الله تبارك وتعالى، الجنة لا يدخلها المتباغضون، لا يدخلها المتخاصمون، ولا يدخلها المتحاسدون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لذلك من أراد أن يدخل الجنة فلينزع ما في صدره من غل، ولينزع ما في صدره من حسد وبغض وخصام لإخوانه المسلمين. إياك أخي المسلم أن يكون في صدرك وفي قلبك كره وحسد وبغض وغل لإخوانك المسلمين، حتى وإن ظلموك، حتى وإن ظلموك وأخذوا حقك وتكلموا فيك وافتروا عليك، فلتكن أنت خير منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيرهما الذي يبدأ في السلام. وقال الله تبارك وتعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال الله تبارك وتعالى: فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لذلك الأولون من الصحابة والتابعين بماذا سبقونا؟ لم يسبقونا بكثرة صلاة أو بكثرة صيام أو بكثرة قيام الليل، وإنما سبقونا بشيء وقر في صدورهم، كانوا لا يحملون غل ولا حسد ولا بغض ولا كره لبعضهم البعض. قال الله تبارك وتعالى في حقهم: وألف بين قلوبهم، كانت قلوبهم سليمة لبعضهم البعض. وهذا هو الشيء الذي نفتقده الآن. الآن كل إنسان يحسد أخاه،
تصيب عنده بغض، عنده كره لأحد من إخوانه، ربما بسبب أو بغير سبب، وهذا ليس من صفات المؤمن. من صفات المؤمن الحقيقي أنه لا يكره ولا يبغض ولا يحسد ولا يجد في قلبه غل لأحد من المسلمين، حتى وإن كان ظالمه، حتى وإن كان ظالمك، فلا ينبغي أن تحقد عليه وتحسده وتبغضه، لأن الجنة لا يدخلها المتباغضون والمتحاسدون ومن يحملون في قلوبهم غل لإخوانهم المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن: ربنا اغفر لنا، من دعاء المؤمنين، المؤمنين من دعائهم أنهم يدعون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لذلك من كان بينه وبين أستاذ معه في المؤسسة أو مديره أو مفتشه أو صديقه أو أحد إخوانه في المؤسسة التربوية، فليبادر وليسارع وليسابق إلى فك النزاع وليسامح، كما قال الله تبارك وتعالى: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وكما قلت: اغفر لصديقك، اغفر لزميلك، اغفر وسامح، ابتغاء أن يغفر الله لك وابتغاء أن ترفع أعمالك. إذا خليت الخصام وخليت النزاع بينك وبين أحد من المسلمين فلن ترفع أعمالك إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفرنا لنا ويرحمنا، وأن ينزع ما في صدورنا من غل، وأن يشرح صدورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.